لحظات صغيرة وعم نتابع. روماريو سوزا دي فاريا، طبعا انا من اكبر مشجعين روماريو، بعتبره افضل لاعب بالتاريخ، ولكن طبعا هون روماريو سوزا دي فاريا اللي هو الابرز والاسرع لما بيكون يمتلك الكرة، من ابرز اللاعبين نابغة على الملعب. روماريو هون بكي وقت استبعدوا المدرب ماريو جورجيو لوبو زاغالو عن تشكيلة البرازيل. هون قال روماريو انه صار في تواطؤ بين زيكو المساعد واللاعب الكبير السابق، وايضا زاغالو، واتفاق عليه بحرمانه من اشراكه بكأس العالم هالنابغة. طبعا روماريو اللي لعب مع برشلونة وكان من ابرز اللاعبين روماريو، والثنائي قوي مع هريستو ستوشكوف وغوارديولا المدرب الحالي. معظم اهداف روماريو اتت، كمان مرة روماريو على الشاشة، معظم اهداف روماريو اتت من غوارديولا، تمريرات حلوة ورائعة جدا، وثنائي قوي وعريق وقوي مع نجم بلغاريا بوقتها هريستو ستوشكوف، كم مرة عم تشوفوه مدرب وأفضل لاعب مرة بالعالم. روماريو عدة مرات أفضل لاعب بالعالم، أكثر من مرتين أظن، 3 مرات أفضل لاعب بالعالم روماريو سوزا دي فاريا النابغة، واللي سجل عدد أهداف باحتسابه تفوق على بيلي، ولكن رسميا عم يجعلوا عدد الأهداف تبع روماريو أقل من أهداف بيلي. إذن هيدا روماريو مرة جديدة اللي بدأ مع طبعا هون مع فلومينينسي. نعرف انه بالريو في فلا فلو، يعني ممكن يقول لك انت فلا ولا فلو، يعني فلامينغو ولا فلومينينسي. ديربي ريو دي جانيرو، العاصمة هي برازيلا، ولكن ريو دي جانيرو عاصمة المال والأعمال بالبرازيل، وعاصمة سابقة لأنه بالبرازيل عدة مرات تغيرت العاصمة، عدة مرات عبر التاريخ تغيرت العاصمة البرازيلية. إذا خلينا نخرج من روماريو ونذهب إلى نابغة آخر وعبقري بهاللعبة، يمكن أفضل لاعب بتاريخ كرة السلة هو مايكل جوردان. مايكل جوردان هون اللي خطف بيو وقتلوه، وكان هو موقف عن اللعب سنتين. أبرز لاعبين إذا بتدخلوا على مايكل جوردان، واللي ما بيعرفوا كتير لمايكل جوردان بالسنوات الأخيرة، وبيفوت على اليوتيوب وبيشاهد مايكل جوردان وتمريرات ساحرة، وخصوصا بالثواني الأخيرة وتحويل عطول خسائر إلى فوز لفريقه، وتمريرات عبقرية ودخول بالفعل متعة وعشق كرة السلة مع وجود مايكل جوردان بوقتها، كان عاطي محرك للعبة كرة السلة الأمريكية. فعل مايكل جوردان يعني اللي ما بيعرفه كتير لازم يرجع يدخله ويشاهدوا هالمشاهد الرائعة للبولز، شيكاغو بولز اللي أحرز معه 6 مرات. هون مايكل جوردان بطل العالم وبطل الولايات المتحدة الأمريكية. هون جوردان كمان عم يبكي متأثرا، بالفعل أشهر لاعب سلة على الإطلاق كمان بنفسه. محمد كريم عبد الجبار، كريم عبد الجبار اللي كمان منشاهده بيقول، وعدة لاعبين قديمين كمان في عنا، جونسون ماجيك، جونسون الماجيك طبعا، وعدة لاعبين كبار ما في وقت انه نتكلم عنهم. كمان ثواني ومنتابع مشاهدينا. مشاهدينا بريك سريع، طبعا بتعرفوا بريكاتنا بتكون بريكات سريعة جدا، بريك سريع بينتهي الفقرة الأولى من البرنامج نبدأ مع الفقرة الثانية. خليكم معنا لنشاهد بكاء الشخصيات، شخصيات حلوة عم تكون عشوائية اختاريناها، تابعونا. شريط المعلومات برعاية المجموعة المالية هرمس إيفا الكويت. لأن يديك تصنعان حاضرك ومستقبلك، تجتهدان، تعملان، تعطيان، تتاجران، ترتبطان، تحميان،
تزرعان وتجنيان، ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. دين ودينار على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية الدوحة الإسلامي. للإعلان على شاشة CNBC عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية. من قال إن في المسافة مشكلة؟ من آسيا، أوروبا، أو حتى أمريكا، نحن نأتيك بالخبر اليقين. آخر ساعة، أحدث خبر وأدق تحليل في بورصات العالم على شاشة CNBC عربية. مشاهدينا منتابع، نذهب مرة جديدة هون عشوائيا إلى السياسيين إسبانيا. ميغيل موراتينوس هون لمن بيكي موراتينوس، ميغيل أنخل موراتينوس هون بيكي لمن تمت إقالته من منصبه كوزير خارجية إسبانيا. إذا سبب كان إقالته من وزارة خارجية، تأثر كتير موراتينوس وهون شاهدناه عم يبكي. نذهب إلى ترافولتا، جون ترافولتا هون تأثير، ولكن قبل ترافولتا خلينا نذهب إلى الزعيم الرئيس السابق الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر. هون عبد الناصر أيضا من الأشخاص اللي رغم قوته وهيبته جمال عبد الناصر، كمان هون الزعيم من بعد ما حرر مصر من الملك فاروق، كمان هو عم بيقبل علم مصر، بكى مرة تانية عندما كمان قبل أوراق اعتماد السفير السوري بالقاهرة، وعدة مرات هون كان الدموع بعينيه الرئيس جمال عبد الناصر. هون عم نشاهده بعدة صور قديمة، تاني رؤساء مصر من بعد محمد نجيب، بعد ما عزل محمد نجيب سنة 70 ضل رئيس لسنة 70، وهو أحد قادة ثورة 52، وعدة طبعا محطات مهمة هون عن عبد الناصر، شعبية قوية وتأييد من كافة شاهدناه الدول وجنسيات العربية خلال فترة الخمسينات والستينات، وعرف ذلك بالفكر الناصري. من عبد الناصر خليني أذهب إلى أيضا لبنان، كمان شاهدنا هون الرئيس فؤاد السنيورة رئيس السابق للحكومة، كمان هون شاهدناه يبكي بمناسبة مؤتمر وزراء الخارجية العرب اللي انعقد ببيروت، لمن قال أن عروبة لبنان اختيار وطلب من العرب دعم لبنان في محنته. هذا كان الرئيس السابق فؤاد السنيورة. بذهب إلى جون ترافولتا، عم نشاهد هون الممثل العالمي المشهور جون ترافولتا، هون مع أن صورة عم يبكي، ولكن بكي لمن توفى ابنه من سنتين تقريبا. هذا كان الممثل الكبير جون ترافولتا، ساتردي نايت فيفر طبعا المشهور في الفيلم بالثمانينات واللي أخذ ضجة قوية وسمعة قوية. كمان لحظات ومنتابع مشاهدينا. مشاهدينا منتابع أيضا ومنشاهد أيضا الرئيس السابق أمين الجميل الرئيس اللبناني السابق، كمان هون شاهدناه بمشهد بكاء مؤثر عند استشهاد ابنه بيير جميل. هون الرئيس السابق أمين الجميل طبعا هيدي الصورة. ومن الرئيس الجميل بنرجع نذهب أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة جديدة. هون بيل كلينتون، وهيدي دمعة بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق، بكي عدة مرات، ومن أبرز أيضا المناسبات اللي بكي فيها وقتها بعدة مناسبات، وخصوصا تأثر ولمن تعينت زوجته بمنصب سيناتور سنة 2000. كمان بكي عند سمع قصة رجل أصيب جراء إطلاق نار بشلل نصفي سنة 94 بثانوية بروكلين، وبكى أيضا على ضحايا انفجار السفارة الأمريكية بأفريقيا. ثلاث مرات شاهدناه بهالشي. هون طبعا هون كان رئيس جمهورية
ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخلفه كانت السيدة الأولى اللي هي حاليا وزيرة الخارجية الأمريكية. من كلينتون نذهب أيضا إلى أندري أغاسي. بالفعل هون مثير لجدل ظهور وعطول، وخصوصا كان شعره طويل، حاليا بالفترة الأخيرة هون عم شوفه أصلع، ومتزوج من نجمة كرة المضرب السابقة ستيفي غراف. هون أغاسي عم يبكي عند اعتزاله، وبآخر مباراة له شاهدنا أندري أغاسي اللاعب الأمريكي الكبير اللي فاز بكل بطولات الجران شلام، كان أول لاعب بيفوز بكل الجران شلام الدورات، ويمبلدون، رولان غاروس، فلاشينج ميدو الأمريكية، وبطولة أستراليا. كمان وقفة صغيرة ومنتابع معكم مشاهدينا. منتابع طبعا الجولة، بنذهب إلى الزعيم الراحل طبعا هون ياسر عرفات، أبرز شخصية فلسطينية عبر التاريخ. هون عم نشوف سياسية، هون الرئيس السابق ياسر عرفات الرئيس الراحل، طبعا من أبرز الشخصيات للشعب الفلسطيني، ورمز كان فلسطين. عرفات شهني كان عم يبكي بعدة مناسبات، كان أكثر القياديين العرب دموعا. هذا هو ياسر عرفات. من شخصية منتابع أيضا إلى مرة جديدة، هون الولايات المتحدة الأمريكية، رؤساء كلهم مشاهدون بعدة مناسبات بكاء. هذا الرئيس نيكسون، ريتشارد نيكسون، الرئيس اللي ترك ولايته بدون ما يكملها. هون نيكسون اللي طبعا هون فضيحة إيران جيت كانت الأبرز بعهده لنيكسون. بكى الرئيس نيكسون معتذرا لمن هون اقترفه بما اقترفه بحق شعبه مثل ما قال. من نيكسون هيدي الصورة القديمة طبعا منتابع. نذهب إلى الشخصية التالي، هون رئيس تويوتا. عم نشوف هون شركة تويوتا، هون لرئيس تويوتا اللي كان هون عم يبكي. رئيس شركة تويوتا هون مهم جدا. ومن بعد رئيس شركة تويوتا نذهب أيضا إلى الشخصية التالية. طبعا هون في عدة شخصيات عم ناخذهم من عدة مناسبات. هون الرئيس باراك أوباما الرئيس الأمريكي، واللي بكى إلى جانب زوجته بجنازة الناشطة بحقوق الإنسان دكتور دروسي هايت بكاتدرائية واشنطن ب 29 أبريل 2010. هيدا باراك أوباما الرئيس الأمريكي. وكمان حننهي الحلقة بالشخصيات الباقية، يمكن آخر شخصيات اللي هلأ عم نشوفها. هون رئيس وزراء كمبوديا هون يبكي بجنازة المئات، هون شاهدناه بجنازة عنده بكمبوديا. طبعا عم نشاهده هون كان في بكاء قوي وملحوظ من رئيس مجلس وزراء كمبوديا. يمكن خلصوا الصور، نذهب إلى الإيميلز. طبعا عنا عدة إيميلات، ولكن قبل زيميل خليني نذكر إذا في مجال نقدر نشاهد صفحة الويب سايت وشوف هون الموقع، موقع الصفحة cnbcarabia.com. فيكن من خلاله أنه نقدر نشاهد الإيميل. عنا كمان إيميلات من جورج برسومي من مصر، شكرا على هالإيميل. كمان هون يحب المتاجرة والتداولات، وأيضا المشاهدة خولة من سوريا بتشكرها كتير على هالإيميلز، وتحب أنه نتكلم عن الشخصيات السورية. كمان تكرم عينك متناول بموضوع بالحلقات المقبلة عن هالموضوع. jo@cnbcarabia.com عنوان البريد الإلكتروني. إذا عندكم شيء أي استفسارات نحن على موجودين، موجودنا على هالإيميل. وفيكم تشاهدوا مثل ما بقول مقاطع من الحلقة على الويب سايت طبعاً، وعدة برامج أخرى، بس ادخلوا على cnbcarabia.com بريد الموقع الإلكتروني للمحطة. شكراً مشاهدينا، وتحياتنا تحيات مثل العادة فريق البرنامج عبير غريب والمخرج عمر بطارسة. شكراً مشاهدينا. آخر أخبار المال والأعمال بالصوت والصورة.
أبرز تطورات أسواق الأسهم بالأرقام والتحليل.